الجزائر وحملة التطعيم، بدأ هذه الحملة بعد وصول شحنة اللقاح الروسي سبوتنيك في. وينضم لنا من هناك مراسل الجزائر عبد الباسط تكالي. عبد الباسط أهلا بك. خطة عمل التلقيح الحملة الآن، الأولوية لمن؟ عدد الأشخاص؟ أيضا المناطق التي ستغطيها هذه الحملة؟ نعم، مرحبا. نحن الآن متواجدون في عيادة إبراهيم يعني تيشرين في منطقة ولادي عيش بولاية البليدة، أين انطلقت عملية التطعيم أو التلقيح المضاد لفيروس كورونا. دعيني أشير فقط إلى أن أول طبيبة تلقت اللقاح هي سلاطنية إيمان، طبيبة عاملة هنا في هذه العيادة. وأيضا ثاني شخص تلقى هذا اللقاح هو أحمد جمعي، مدير ولاية أو مدير الصحة بولاية البليدة. طبعا السلطة الجزائرية اختارت رمزيا ولاية البليدة لبداية عملية التطعيم، كون هذه الولاية واحدة من الولايات المتضررة من جائحة كورونا التي اجتاحت الجزائر منذ شهر مارس أدار الماضي. طبعا الأشخاص المعنيون اليوم بعملية التلقيح هم أصحاب الأمراض المزمنة وأيضا يعني كبار السن، بالإضافة إلى عمال السلك الطبي لتتوسع يعني عملية يعني التطعيم بداية من غد الأحد، لتشمل يعني أسلاك الأمنية وسلك التعليم، بالإضافة إلى يعني رجال السياسة. إذن قبل لحظات من الآن كان هنا وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، أكد جاهزية يعني مراكز أو المستشفيات الجزائرية لعملية أو إنجاح عملية التطعيم، حيث يعني هيئت الجزائر 8000 مركز لعملية التطعيم، بالإضافة إلى العديد من المراكز المتنقلة التي ستتنقل إلى المناطق المعزولة أو كما يسميها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناطق يعني مناطق الظل. إذن الجزائر بالفعل بدأت عملية التطعيم في شهر يناير مثلما أمر به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. غدا الأحد ننتظر أيضا يعني استلام شحنة أخرى من لقاح أوكسفورد أسترازينيكا، بالإضافة إلى يعني شحن أخرى قادمة من الصين والهند بحسب تصريحات يعني الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بالحيمة. هناك لقاح أوكسفورد أسترازينيكا، سبوتنيك في، وأيضا سينوفارم الصيني. نعم بالتأكيد، هذه هي اللقاحات التي استقرت عليها الجزائر لحد الساعة، وذلك لضمان يعني تلقيح 60% من الجزائريين لتحقيق مناعة يعني جماعية واجتياز هذه المرحلة الصعبة يعني مع الإبقاء. نعم سؤال آخر، وعي الشارع بمدى أهمية التطعيم عبد الباسط، هل لدى الشارع هذا الوعي؟ هل هناك حملات توعوية مصاحبة لحملات التلقيح الآن؟ نعم، بالنسبة يعني الشارع الجزائري كان هناك نوع من التوجس والتخوف بشأن هذه اللقاحات، لكن ما لاحظناه اليوم الصباح هو يعني توافد العديد من المواطنين خصوصا الكبار في السن لتلقي يعني لقاح سبوتنيك في الروسي. هناك يعني تقريبا يمكن القول هناك وعي من طرف يعني هؤلاء الذين ارتادوا هذا المركز، وننتظر يعني في الأيام المقبلة مدى يعني تعاطي الجزائريين مع هذا اللقاح سواء سبوتنيك الروسي أو اللقاحات الأخرى التي ستستلمها البلاد. شكرا لك على كل هذه المعلومات عبد الباسط كالي مراسل الشرق من الجزائر.